السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد. معاكم أيمن نجار من قناة حقق حلمك. النهاردة إن شاء الله معانا إثبات السحب الرابع من موقع بابكي. هندخل ونشوف هنسحب إزاي وهناخد جولة في الموقع بس بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم تاني، اهلا بكم. ندخل نشوف موقع بابكي. الموقع احنا كنا سحبنا منه 3 مرات والنهاردة اثبات السحب الرابع. الموقع بيديك استثمار يومي 0.24، ده من غير ايداع. كل ما بتحط ايداع بيبتدي ان النسبة بتاعتك بتزيد والتعدين بتاعك بيزيد وبتاخد ارباح كويسة كل يوم. طبعا تسجيل الدخول بالباير، هنحط الباير بتاعنا ونقول تسجيل دخول. دي واجهة الموقع. انا معايا هنا 7 روبل و2 سنت، هنجمع طبعا اللي موجود ده هيبقى 7 روبل 53. هنبتدي هنروح على دفع النظام، بس الاول هنروح على الباير عشان اشوف احنا معايا ايه. انا اخر حاجة دي انا اللي دافعها، نعمل ريفرش. دي اخر حاجة هنوصل هنا وهنقول سحب او دفع النظام. بالفعل كده هو سحب اهوت، وهنا كتب لي اترك مراجعة. هنبتدي ننزل تحت، هنلاقي هنا سحب لي 7 روبل 53. هنبتدي ان احنا نروح على الباير عشان نشوف. هنعمل ريفرش مع بعض بالظبط كده يا جماعه، اهوت 7.53 وصلت. هندخل على سحب هنا، هنلاقي ادي موقع بابكي وادي 7.53. ده اثبات السحب بتاع النهاردة من الموقع بابكي اللي الناس كلها بتقول مش راضي يدفع معانا. ادي بيدفع اهو يا اخوانا، مفيش ادنى مشكلة. وده اثبات السحب الرابع منه. سحبنا 1 روبل و4 روبل و4 والنهاردة سحبنا 7. ده اثبات السحب وانا مجدد طبعا ب10. في حاجة تانية في الموقع عايزين برضو نشرحها. الموقع لسه عايز تشغيله، هنبتدي نروح هنا على ارباح عالية وهنضغط عليها. هيبتدي ان هو يحولني على منصة تانية بتاعته. دي الايداع فيها ب3000 روبل علشان تاخد 840 روبل في اليوم. طبعا حاجة كبيرة جدا، 840 روبل في اليوم، والاكبر منها 3000 اللي هتحطهم، دي حاجة صعبة جدا. ده اقل حاجة في الموقع ان انت تدفع 3000. طبعا انا ما برجحش ان اي حد يعمل ايداعات كبيرة في مواقع زي ديت، احنا كلنا شغالين بالاجور البسيطة. وياريت اي حد حابب ان هو يستثمر يستثمر على مسؤوليته الشخصية. ياريت لو الموقع ده عجبك ما تنسانيش باللايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد.